حاجة أساسية قوي في الدعوة هي التوقيت، إمتى نتحرك، دي حاجة مهمة قوي قوي. مردخاي قال لأستير كده في سفر أستير وأصح 4، قال لها: من يعلم إن كنت لوقت مثل هذا قد وصلتي. وعايزة أقول إنه الوقت مهم جدا، إنه أروح الحقل أو أتحرك للمكان اللي ربنا دعيني ليه on time في التوقيت الإلهي، مش في التوقيت اللي أنا شايف إنه مناسب إن أنا أتحرك، لكن في التوقيت اللي ربنا ينادي بيه عليا. أمور الله بتتم بقوة الله، بتتم بطريقة الله، لكن كمان بتتم في توقيت الله. لازم أحافظ كويس قوي، ولازم أقعد قدام ربنا كتير عشان أعرف وأتأكد إنه ده التوقيت اللي الله عايزني أتحرك فيه. في مزمور 32 وعدد 9 الكتاب بيقول كده: لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم. والفرس سريع قوي قوي، ممكن يسبق صاحبه. الرب مش عايز خطواتنا تسبق خطواته، ولا البغل اللي بيتباطأ عن خطوات سيده، لكن الرب عايز خطوتنا تبقى على نفس خطوته ونمشي جنبا إلى جنب معاه. مرات بنتحرك بحماس لحقول، وفي عمل مرسلي بنتحرك بحماس للحقل، لكن بنرجع بخيبة أمل كبيرة قوي، وبنرجع بفشل ذريع، وبنقول أكيد إحنا أخطأنا صوت الله، أكيد أنا سمعت صوت ربنا غلط، أكيد أنا مش مدعو. لكن الحقيقة الأمر ملوش علاقة بصحة الدعوة أو عدمها، لكن الأمر ليه علاقة بأن أنا أخطأت التوقيت الإلهي. ربنا عايزنا نقدس أوقات اعتزلنا قدامه، وأوقات اعتكفنا قدامه، وقعدنا قدامه كتير قوي، عشان ربنا ياخد وقته في تجهيزنا، عشان نوصل للحقل في التوقيت اللي ربنا عايزنا نتحرك ليه. أفتكر من الحاجات القوية قوي اللي معلمة في حياتي، في 2016 حصل انقلاب وحرب قبلية في جنوب السودان، وفي نفس اليوم اللي حصل فيه ضرب في جوبة اللي هي العاصمة، حصل إن كان في فريق جاي لنا من مصر، ووصلوا من المطار وهم راكبين العربية ومتحركين على الملجأ في ركن، حصل ضرب نار، كل الشوارع اتقفلت في جوبة، والجيش بالدبابات بدأوا يقفلوا كل الطرق، وكان وقت صعب جدا جدا. شرفنا الرب أنا وجوزي نتحرك في 2016 لجنوب السودان، كان في بلانز للخدمة، لكن لما وصلنا لقينا إنه في حرب قامت فجأة ونار وناس بتجري، الدنيا ليلت علينا، ما كناش عارفين هنبيت فين، ما وصلناش لسه للملجأ اللي احنا رايحين نبيت فيه. لكن حد ماشي في الشارع شافنا وقال لنا تعالوا عندي في المكان بتاعه، بسيط جدا. كان تحدي، لكن احنا رحنا والرب ادانا معاهم فرصة كويسة. تاني يوم صحينا عشان نتحرك، الكوبري والطرق كانت مقفلة جدا، مش بيعدوا اي حد. الرب ادانا نعمل عربيتنا بس اللي احنا فيها تعدي. عدينا ووصلنا الملجأ بأعجوبة وبنعمة، كان في تحديات على الطريق كتير، الرب ادانا نعمة وصلنا، وقفنا الوقت ده من غير أي خدمة، من غير أي حاجات كتير نعملها، لكن بس وقفنا نصلي ونساند الشعب ده في الوقت ده بالصلاة. الوقت مثل هذا أرسلنا الرب وقفنا نصلي معاه. ناس كتير قوي اتصلت بيا من مصر قالوا لي أرجوكي قولي لهم يرجعوا، مستحيل يكملوا في وقت صعب زي كده. بس الحقيقة هم كان عندهم رأي آخر، هم كانوا متأكدين إن الله بعتهم للتوقيت ده، إن الله بعتهم لجنوب السودان في توقيت مناسب جدا جدا. والحقيقة ان هما بيتوا في الشارع عند ناس ما يعرفهمش، وكانت ليلة صعبة جدا جدا، وتاني يوم الصبح اخدوا مخاطرة بانهم اتحركوا على طريق وسط ضرب وسط جو غير امن بالمرة. بس الحقيقة بعد ما وصلوا ركن، كنا مرتبين برنامج روحي طويل وخدمات كتيرة في كنايس، لكن ولا حاجة من ده كله اتعملت. لكن الحقيقة اكتشفنا بعد كده انه الله كان بعتهم لتوقيت خاص جدا جدا، انهم بس يتحدوا بينا في الصلاه، انا والمجموعه اللي بنخدم هناك. اخذنا اوقات صلاه كاننا ما صليناش قبل كده، صرخنا قدام ربنا كاننا لم نصرخ من قبل، كنا بنتشحتف قدام ربنا: يا رب انقذنا، انقذ بلدنا. وهم قالوا احنا متاكدين ان ربنا بعتنا لتوقيت خاص قوي، ان احنا نقف عن البلد في الوقت الخاص قوي ده، البلد اللي لم تمس ركن. احنا الحقيقه كان الرب اعمى ابليس عن البلد دي، ولا حد دخل البلد. كل فترة صلاتنا وكل وقت وجود الفريق، ربنا كأنه أعمى عينين العدو عن البلد دي. التوقيت مهم قوي، إن إحنا نصرخ لربنا ونقول: يا رب ابعتنا في توقيتك، ابعتنا يا رب بالساعة بتاعتك مش بالساعة بتاعتنا. بنفقد حاجات كتيرة قوي من بركات الدعوة لما بنتحرك في الوقت اللي إحنا بنشوفه مناسب. نفسي قوي ناخد وقت نصلي مع بعض الوقت ده، ونقول: يا رب إحنا عايزين نكتشف كل يوم معاك
ايه دعوتك لينا؟ عايزين نتحرك في التوقيت المناسب. يا رب كل شروط وكل امور انت شايف انك عايز تعلمها لنا وعايز تزرعها وتغرسها فينا، احنا يا رب قدامك، احنا متاحين لهذا التجهيز الالهي. اوقات التجهيز الالهي مرات بتكون اهم من التحرك نفسه، لانه على اساس التجهيز الالهي لاوانينا بتتحدد كل نجاحات في الحقل بعد كده. يا رب أنا بباركك عشان أنت يا رب بتطلق من وسطينا ناس كتير قوي. أنا بباركك يا رب لأنك بتبوق الوقت ده. يا رب أنا بباركك عشان زمن خاص جدا. يا رب أنت بتحط أفكارك ودائعك يا رب جوانا. يا رب أنت بتنادي علينا. أنت يا رب بتبوق في أذاننا. يا رب بصلي أن صوتك يبقى مسموع قوي في قلبنا وحياتنا يا رب الوقت ده. بصلي أن كل حد من إخواتي يميزك قوي يا رب، يسمعك قوي، يقدر يميز يا رب الدعوة وكل أمور في قلبك يا رب لحياتنا. يا رب بصلي ان احنا لا نفقد يا رب زمن افتقاد لبلاد كتيرة بسبب تكاسلنا او تباطؤنا او يا رب اننا مش قادرين ناخد الخطوة والقرار، لكن بصلي يا رب قوي لخطوات والتحركات كتيرة قوي بالايمان ناخدها واحنا بنتتبعك واحنا بنمشي وراك في اسم رب يسوع. هنكمل حلقات جاية. يمكن احنا خلصنا مجموعة من الحلقات الوقت اللي فات ليها علاقة بتجهيز ربنا لحياتنا ولأمور كتيرة ربنا عايز يعلمها لنا، لكن عايزة أشجعكم كمان في حلقات كتيرة جاية هنتكلم فيها عن الحقول، وهنتكلم فيها عن احتياجات كتيرة في حقول حوالينا، وهنتكلم عن إزاي ربنا عايز يربط قلبنا بالحقول دي، إنه أذاننا مش بس تبقى مفتوحة لصوت السماء لكن كمان نسمع نداءات كتيرة وصرخات كتيرة من حقول كتيرة حوالينا حول العالم.